السلام عليكم، اهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. سعداء جدا ان نلقاكم في عدد جديد من برنامج استوديو المحترفين. في هذا العدد سنتحدث مثل ما تنتظرون طبعا عن السيدة الكأس. طبعا المولودية تتأهل وتواصل الدفاع عن تاجها الوثاق دون عناء. اتحاد بلعباس يقصف برباعية. شباب الوزداد يتأهل ويريد استرجاع أمجاد الماضي. في هذا العدد سنتوقف أيضا عند أول اجتماع للمكتب الفيدرالي برئاسة السيد خير الدين زجشي. حديث أيضا عن تسوية رزنامة المحترف الأول موبيليس والكثير من المفاجآت كما تعودتم دوما في برنامج استوديو المحترفين. ومن أجل التحليل الفني يحضر كالعادة مزيان غيل. أهلا مرحبا. مرحبا ومرحبا بزميلي نور الدين. خلينا ما نقدمش ما نقدمش ما نهضرش عليه لان راك تعرف نور الدين فيجي نور الدين راهو سي تاني بن ما حتى احنا توحشنا عنده مده لم يكن متواجد هنا في ارض الوطن. ولما عاد نحن محظوظين بتواجدنا مع بتواجده معنا في هذا البلاطو. كسر لي ريتم سكريني. يلا اهلا مرحبا. مساء الخير الجمعه والنهار الرياضي. مساء الخير سي نور الدين. بدينا مع الاول. طبعا كان هناك حديث جميل في الكواليس وسأحاول أن أنقل ما حدث في الكواليس بالأشياء الطريفة ولكن الجميلة أيضا في كرة القدم. ضيفنا الثاني يلا نرحب بك سنور الدين سعدي. أهلا مرحبا. السلام عليكم. يعطيك صح. طبعا ضيفنا الثاني ولاعب متميز جدا متألق في محور دفاع فريق يريد أن يسترجع أمجاد شباب الوزداد الذي افتقدناه كثيرا في منصة التتويجات. لما لا قد يكون هذا الموسم هو موسم عودة الألقاب لشباب الوزداد خاصة في منافسة كأس الجمهورية وصخرة الدفاع فريق شباب الوزداد. طارق شرفاوي أهلا مرحبا. أهلا ومرحبا. نشكركم على الدعوة. تحية لكم وتحية للجمهور الرياضي الكريم. إن شاء الله سنستمتع معك طارق ومع نور الدين ومع مزيان ومحمد كالعادة. وشنو هذا سر الحب المتبادل بينك وبين مزيان نور الدين؟ وشنو هو سر المحبة اللي بيناتكم؟ مزيان يفكرني في أبي بلا الله يرحمه اسمه مازال صغير. مازال صغير مزيان. اسم ثاني شغلنا مع بعض كنا مديرين فنيين اثنين في وقت. شكون كان المسؤول الاول؟ في وقت منتوري الله يرحمه وفي وقت رئيس دومار يسعد دومار الله يبارك. كنا ديريكتور تكنيك دي زيكيب ناسيونال ادو. مزيان ما عندوش مشكل في التعامل مع المدربين والتقنيين لانه حتى مع المنتخب الجزائري كنت مع سي مهداوي. وانا ذاك كنت تقول في كل مره لست المدرب الرئيسي ومهداوي يقول مانيش المدرب الرئيسي. لا والله كان عمل لما تعمل مع انسان وعندك نفس النظره وتعملوا في اطار اخوي ويعني ما فيهش اشكال من الاول من الثاني. المهم ان العمل يمشي والثقه متبادله ما بين الاثنين. هذا اللي تشرفت عملت مع نور الدين ومع اخرين يعني دائما كانت العلاقه طيبه. طبعا المديريه الفنيه التي اشتغلتما فيها لم يتم تحديد طبعا المدير الفني الوطني الجديد. سيبقى توفيق قريشي في تسيير المديريه الفنيه. هذا ما تمخ الى غايه نهايه الموسم. طبعا هذا ما تمخض عن اول اجتماع للمكتب الفيدرالي برئاسه طبعا السيد خير الدين زجشي. كان اجتماع بروتوكولي بالدرجه الاولى لتوزيع المناصب. لم تكن هناك قرارات كثيره. امر طبيعي جدا فقط توقيف البطوله الى غايه تسويه رزنامه المحترف الاول موبيليس. تعيين كوسا طبعا عضو المكتب الفيدرالي على مستوى التكوين بالنسبه للجنه المركزيه للتحكيم. امل فيما يخص التعيينات ربو حدد كرئيس اول والزميرلي بشير كنائب طبعا ربو حدد كنائب اول والزميرلي كنائب ثاني. طبعا امور عاديه مزيان في اول اجتماع. لا يمكن ان ننتظر اشياء كثيره. نعم هذا اكيد ما كناش ننتظر ان تكون ربما بعض القرارات اللي رايحه تكون عندها تاثير على الكره عامه. ولكن نظن لازم من الافضل ومن الاحسن ان ربما تكمل البطوله اللي رانا فيها ولو ان فيه استعجال بما يخص الفريق الوطني. اكيد ان على الاقل لازم يكون تعيين الناخب الوطني يتم في
يعني الاسابيع القليله اللي جايه، لان عندنا اجلات اللي لازم نكونوا محاضرين فيها. الفريق راح يدخل في المنافسه في شهر جوان، لازم على الاقل يكون مدرب اللي راح يدخل في هذه المنافسات، لازم تعينوه في اقرب وقت ممكن. تشطروا راي نور الدين؟ انا نظن في كره القدم دائما المدربين وحتى اللاعبين يقولوها، التسرع هو ضد النتيجه وضد اللعبة الجميلة. وفي العمل نفس الشيء، نظن عدم قرارات الآن وخلوها حتى آخر موسم هو طريق صحيح. يعني في عدم أن يتسرعوا، هذه مديرية فنية خلوها آخر موسم المدرب الوطني بعد أسبوع فقط من حسب الرأي. مديرية فنية عدة حاجات هاني خلوها لغاية نهاية الموسم. نهاية الموسم ظن هذا قرار جميل، لأنه يكون عندهم تفكير أحسن وتقريرات يجوا في محلهم يوم يكون تفكير في محله. هي الورشات متعددة في الاتحادية، عندك المديرية الفنية، عندك التحكيم، عندك ربما العلاقة مع الأندية، وعندك النظرة الجديدة بالنسبة للاحتراف في الجزائر، ما هو النوع الاحتراف وكيف ربما من ناحية تمويل الفرق، هل يعني كما عم يتكلموا في بعض الأمور لازم تتوضح. هذا أكيد تعين أيضا مشارك مستشار لرئيس جيد، لأنه هو على الأقل كان بدأ في هذا العمل، وإن شاء الله تكون فرصة بالنسبة إليه باش يكمل العمل اللي كان بدأ. ولكن الشيء المستعجل حاليا وهو تعيين الناخب الوطني، لأن الناخب الوطني ما ينجمش سنة، لازم على الأقل يكون واحد مسؤول على هذا الفريق اللي راح يدخل في المنافسات في شهر جوان، لازم يكون مسؤول على هذا الفريق. طبعا بالنسبة للتحكيم سكريني، المزج بين جيلين كوتا وأمالو أيضا، هل هو مفيد بالنسبة للمكتب الفيدرالي؟ مفيد بطبيعة الحال، مفيد. لازم كل الناس تنادي، لازم الشانجمون، لازم تمد المشعل للجيل الجديد. الجيل الجديد كوسا حكم دولي سابق، عنده التجربة، عنده الخبرة، هو عضو مكتب فيدرالي. وكما قال سي مزيان، كاين حوايج ورشات، كاين ديزيرجونس كما التحكيم، كما مدرب وطني. لازم التحكيم، لازم شخص ليسي البطولة، البطولة يتمشي، لازم واحد يعين الحكام. وين صابوا الشخص الملائم، الشخص اللي لازم يكون باش يسير البطولة. لقاو مختار أمالو، مختار أمالو اللي تلقى الثقة من عند جميع مكتب الفيدرالي باش يسير، بما أنه هو ابن السلك وكان في السلك ويعرف السلك التحكيم، يعرف الحكام، وهو غير كما حبس التحكيم. لهذا وعنده كل المواصفات اللي يتصف بها هذا الحكم باش يسير باقي البطولة ويدي بعض التجربة مع السيكوسا. نتمنى له إن شاء الله التوفيق، وعلى حسب البداية راها بداية موفقة. نهايتها بلا أكثر سكرين. نعم نهايتها بلا أكثر. نتمنى لهم حظ موفق، لانه كل الناس تقول دخول الحمام ليس كخروجه، هذا شيء واضح، هذا مش معروف منه، واحنا في نهايه البطوله وما اسعد ما البطوله. ان شاء الله تنتهي في احلى الظروف. ستنتهي يعني، احنا نشوفوا كاس الجمهوريه وشوفوا الجوله الاثنين اللي جراو، يعني بكل صراحه هاي تمشي لاباس. يعني نتمنى كما قال الاسبوع اللي فات سي مزيان شاطرو، قال دي سون نوفو وكذا، من حاجة سون نوفو، خلوا سون نوفو يخدم. أكيد طبعا طارق، خطاب زتشي بالنسبة للاعبين المحليين أمر محفز جدا وتركيزه على الكرة الجزائرية، هذا بالنسبة لكم كلاعبين. الأمر محفز، احنا كلاعبين يعني الشيء اللي نقدر نقولوه ونتمنوا التوفيق يعني لهذا المكتب الجديد، لأنه المأمورية مش راح تكون سهلة. أي مكتب جديد راح يجي يلقى تحديات تقابله. الشيء اللي نقدر نقولوه احنا ونتمنوا التوفيق إن شاء الله. نصبروا على سي نور الدين سعدي، هذا المكتب بحاجه لوقت. اكيد ما راحش نتكلموا على الاشخاص، لازم في العمل يوم تكون التركيبه تنتظر العمل وتنتظر النتائج، والنتائج لازم لهم الوقت، ولازم وقت باش انسان يتكلم هل البرنامج صحيح، هل هما في الطريق الصحيح، لازم تكون عندهم وقت. ونتمنوا لهم
حظ سعيد إن شاء الله. وطبعا كل الناس سيكون مزيان مع كل أسرة كرة القدم، يجب أن تكون مجندة من أجل خدمة كرة القدم الجزائرية. كرة القدم هي بطولة، هي منتخب وطني، ولكن هي منافسة كأس الجمهورية. ولما نقول تضافر جهود الجميع، كل شخص من منصبه، منا كإعلاميين، من مدربين ومن لاعبين، ولكن أيضا من رؤساء النوادي، ليس في تسيير النادي فقط بل في تسيير كل شيء والتعامل باحترافية. وليس مثل ما حدث لنا في ملعب 20 أوت أمس، للأسف الشديد، من دون شك ملايين الجزائريين الذين تابعوا مباراة شباب الوزداد أمام أهلي البرج شاهدوا الصور التي لم نكن نتمنى أن نبثها إطلاقا في بداية المباراة. بسبب ماذا؟ بسبب رئيس فريق شباب بالوزداد الذي أغلق الأبواب أمام المخرج السادات، أمام زميلنا عبد الحفيظ شايب. هذه الكابل التي تنقل المباراة، مفاوضة عسيرة. تخيلوا بأن مفاتيح الملعب كانت في جيب رئيس الفريق ورفض أن يفتح الأبواب رغم كل هذه المفاوضات الشاقة. وجدنا أنفسنا بكاميرات من دون مصورين في بداية المباراة، كل الأبواب كانت مغلقة بحافلة رقمية من 8 كاميرات من أجل نقل الصورة التي نريدها، لم نتمكن من استغلالها. لا أدري ماذا أقول بالضبط، ولكن رجاء الاحترافية والاحتراف يبدأ منا جميعا بأن نحاسب أنفسنا ونتصرف باحترافية، أليس كذلك مزيان؟ نعم، ومطلوب أن كل واحد يسهل أو يقوم بالواجب بتاعه. من حق الرئيس أنه ربما يكون عنده يعني الملعب لازم يكون منظم كما ينبغي، ماشي أي واحد يدخل، ولكن ليس المصور، لكن التعامل مع الهيئات يعني مع شركة كمثل التلفزيون الجزائري، أكيد أنه لازم العلاقة تكون علاقة طيبة ويسهل العمل للمحترفين تاع التلفزيون. ان شاء الله مثل هذه الصور ما نزيدوش نشاهدوها، هذه غلطه وتفوت، ولكن نتمنى ان شاء الله أن لا حتى نوضع فقط نقاط الحروف مزيان، لاننا نريد ان نقدم صوره جميله. وحتى في الكثير من الحالات التحكيميه تثير الجدل في الظروف العاديه في ملعب 20 اوت، نوجد صعوبه في وضع الكاميرات، فما بالك في الظروف سكرين. نعم، المشكل اللي صار البارح حتى في بدايه المباراه، احنا كنا في البلاطو، جاتنا صعوبه كبيره لان البلاطو اللي كانت في التريبيون اوفيسيال ما كاش كاميرامان، كانت فيكسي. كيفاش انت تشوف الحالات؟ الحمد لله ما كاش حالة تحكيمية، الحمد لله. هنا اللي كاميرامان تاع التلفزيون خدمة عمومية لملايين الجماهير باش تشوف مباراة كرة القدم. الكاميرامان لازم يروح باش يدير لون بلاسمون تاع الكاميرا تاعو باش يمد الصورة. يتواجدوا تقريبا على 10 تاع صباحا وهما في الملعب. وعلاش راه على 10 صباحا؟ باش يمد خدمة عمومية لملايين الجماهير، خدمة جيدة. لهذا يعني مطلوب من كل في كل ملاعب الجزائرية أن تسمح، خاصة أنا أطلب خاصة لكاميرامان باش نشوف حالة تحكيمية جيدة ونشرحها جيدة، ولكن تجيبها لي من اللور بلاصتو ماشي مليح. كيف راح نهضروا مزيان من بعد ندير فيها؟ وزملائنا التقنيين كم يعانون في الملاعب. سي نور الدين سعدي، هذا الموسم تلفزيون جزائري وثبة حقيقية بنقل 5-6 مباريات، كنا نتمنى نوصلوا حتى 8 مباريات. وصلنا 7 مباريات سي نور الدين، كنا نتمنوا 8، ولكن بعض الملاعب لا تصلح لنقل مباريات. ما تشوفش أن هذا الأمر مؤسف؟ لأن هذه الصورة ما قدموهاش فقط للجزائر، قدموها أيضا خارج الجزائر، ونريد أن نقدم صورة جميلة عن كرتنا وعن ملاعبنا وجزائرنا. بصح أنا نظن المتفرج لازم يفهم، أنا الآن سمعتك وما فهمتش علاش الرئيس. حنا متعودين الرؤساء بداوا يدخلوا روحهم في التكنيك، بعد يدخلوا روحهم في مانيش عارف في لي فينونس، في لي فواياج، في هذه في هذه. عمري ما سمعت أنا برئيس يدي المفاتيح نتاع استاد نتاع استاد. انت اللي لازم تقول علاش ما عنديش اجابه. الرئيس شباب بالوزداد عمل هذا الشيء، ما عنديش اجابه، ما كاينش جواب والله، ما عندي اجابه. حتى زميلنا عبد الحفيظ شايب تفاوض لمده ساعه رخت مخرجنا السادات من دون اجابه. تمنيتنا ان تكون صفحه فقط يتم طيها، لان شباب الوزداد متأهل الى الدور النصف النهائي، يملك مجموعه متجانسه متميزه، جمهور، وليس في بالكور فقط او بالوزداد او في العاصمه وفي الجزائر، بالخارج الوطن. وان شاء الله نستمتع مع شباب الوزداد، ودعونا نستمتع مع شباب الوزداد بالصور وتأهله الى الدور
نصف النهائي، تأهل طال انتظاره بالنسبة للجمهور كان على حساب أهلي البرج. المباراة تعلق عليها زميلنا عبد الحفيظ شايف. هذه الأشياء نقول في كأس الجمهورية هو عرس لكرة القدم، هو محاولة هدف، والهدف الأول من حامية، وهدف أول لصالح شباب الوزداد في الدقيقة الثانية تقريبا، ويسجل حامية الهدف الأول في مرمى الحارس مداح. شوف الإعادة، تفضل. خطأ من زياد، أراد أن يحتفظ بالكرة لكن ضغط، كان ضغط عالي من اللاعب لاكروم، استطاع أنه يأخذ الكرة من زياد ويسدد إلى الحارس مداح، لكن متابعة جيدة وكان قريب من لقطة اللاعب حامية وتمكن أن يسجل الهدف الأول عن طريق خطأ نقدر نعتبره جماعي. في محاولة من فهم بوعزة ودخول منطقة العمليات، في محاولة راح تكون لصالح شباب بالوزداد، يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني يحيى شريف في الدقيقة 26، يحيى شريف يضيف الهدف الثاني لصالح شباب الوزداد. لاكروم جات الكرة على الجهة اليمنى، حاول بشيرة وما قدرش، عاود رجع الكرة إلى اللاعب هريات، هريات يعطي كرة إلى يحيى شريف، لمسها نوعا ما حامية، هو اللي يربطها لأنه ما يعودوش ما يتحولوش، يعني ما يسندوش لاعبين لما تكون الكرة عند لاعبين تاع شباب الوزداد. إياد فيه محاولة وضربة الجزاء، ضربة الجزاء ولمسة يد، ضربة الجزاء أعلن عليها الحكم السيد بوخلفة. هنا الفتحة من زياد، الكرة لمست حامية، لمست اليد اليسرى للاعب حامية، تحرك يمين ويسار ولكن لا ما عندوش الحق يتحرك إلى الأمام. إذا هل ماضون يوفق ويسجل هدف ويقلص الفارق إلى هدفين مقابل هدف؟ إذا يسجل فريق أهلي برج بوعرريج هدف اللي راح يحرر ربما أنصار أهلي البرج المتواجدين بالحارس الأنيق مداح، ويتأهل فريق شباب بالوزداد إلى شباب بالوزداد. إذن يتأهل إلى الدور النصف النهائي. الجمهور انتظر منكم هذا التأهل بشغف طارق. نكذبش عليك، احنا كنا متخوفين من هذه المقابلة. فريق أهلي برج بوعراري جمع عنده ما يخسر، الفريق بالك اللي ما كانش عنده الدروا ليرير هو احنا، تما كنا ما حتمية الفوز. نظن بالدعم تاع أنصارنا وبتعليمات المدرب قدرنا نحقق الأهم اللي هو تأهل. كنتوا خايفين في نهاية المباراة؟ بيان سير كنا متخوفين، باسكو احنا اللي صعبنا على رواحنا المقابلة. المقابلة كانت تجري في ظروف مليحة، كنا قادرين نزيدوا التروازيام بيض، ضيعنا العديد من الفرص، جات ضربة الجزاء هي اللي ولات بدلت مجريات المقابلة. طبعا نستمع ايضا الى التصريحات التي رصدها الزميل عبد الحفيظ شايب بعد نهايه المباراه. مقابله كانت شوطين مختلفين، الشوط الاول ما كناش فيه ملاح وين سجلونا هدفين عن اخطاء يعني احنا اللي عطيناها لهم. الشوط الثاني تمكنا من عموم السيطره على الاستحواذ على الكره، كانت لنا فرصه ولا اثنين. هذه كاس الجزائر، اللاعبين بذلوا مجهوداتهم ومشكورين، حظ موفق لشباب الوزداد. الحمد لله كما كانت المباراة كانت متكافئة وما جوي الماكسيموم، درنا اللي علينا باش نوليو بكاليفيكاسيون. جو فيليسيت لو سي ار بي، حنا تاني درنا كرو ماتش وشنو الحد اللي خاننا. بون شفتوا المباراة كانت صعيبة، فرق أهلي برج بوعرريج كان جاب باش يفوز هنا. الحمد لله حنا طبقنا تعليمات المدرب وفزنا وفرحنا هاد الأنصار إن شاء الله، وإن شاء الله دونك نبغي باور دومي فيها ان شاء الله باش نفوزوا بها نروحوا فيها ان شاء الله. ورغم الانتصار، ما كانش سهل، كان بصعوبه، رغم كنا متقدم جوج الاصابات لي صفر، ويمكن ضربه الجزاء اللي دخلت علينا شويه دخلت لنا في الشك، وتنظن في الاخير فهو فوز مستحق. طبعا هذا هو شباب بالوزداد الذي كان اول فريق دربه نور الدين سعدي في القسم الوطني الاول سابقا. مدام دربت هذا الفريق تدرك عشق الجمهور للألقاب، خاصة وأن الفريق عنده تاريخ كبير. لما يحمل قميص شباب بلوزداد لاعب اسمه الألماس، يعني أي لاعب يأتي سي نور الدين سعدي وأي مدرب مطالب دوما بالألقاب والكرة الجميلة.
إذا عندك نتائج يطلبوا منك الأداء، هو عندك لازم يكونوا اثنين ماشيين. ولكن أنا صراحة كان عن فوت سنة هايلة مع رشيد حريق الله يرحمه اللي كان رئيس، وكان عندنا فريق برزوا منه اللاعبين جدد ما كانوش يعرفوهم في الساحة الرياضية ككابران، جلبته من طابلات اللي كنت أنا مدرب في نادي طابلات. طابلات عندهم أسماء متميزة جدا في طابلات. لا كانوا كان فريق طابلات كان مصنوع من اللاعبين أكثر شيء من العاصمة، كنا ندربه في العاصمة، وطوى واسمه كبران ضمن اللاعبين جدد اللي جاءوا للشباب بالوزداد. طبعا تحياتنا لكل سكان مدينة طابلات. مزيان أنت كنت الجار العنيد لشباب الوزداد، قراب نصرية والشباب دائما مباريات كبيرة، ولكن توحشنا شباب الوزداد في الألقاب، يعني مرة بفترة سنوات لم يتوج شباب الوزداد. كنت تكلم نور الدين كان يتكلم على الفرق اللي والجماهير اللي تطلب النتيجة بالأداء. فعلا الفرق اللي عندها ماضي كبير واللي عندها لاعبين كبار وكان وتوجت بالألقاب متعددة دائما تنتظر من الفريق أنه يتوج ولكن يكون معه الأداء. لما تتوج وما عندكش أداء دائما ما تخص حاجة، يعني تخص مسوسة، تخص حاجة ولهذا فريق مثل بلا ما كاش ثاني الفرق مثل شباب الوزداد، مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة، مولودية وهران، يعني بعض وفاق سطيف، شبيبة القبائل، يعني بعض الفرق اللي في الماضي كانت فرق كبيرة وعندها ألقاب دائما تطلب من المدربين أن حتى ولو يفوز ويطلبوا أداء من اللاعبين، يقول لك لازم يكون الأداء معه. طبعا يطلبوا من اللاعبين. تشعروا بهذا الضغط طارق من خلال لقائكم مع الأنصار؟ بيان سير، احنا لبنا بلي رانا حاملين قميص تاع فريق كبير، هو فريق الألقاب، ممكن الآونة الأخيرة هذه غاب شوية على الألقاب، بصح التاريخ واحد ما يقدر يمحيه. فعلا لبنا بلي رانا في فريق كبير، رانا متمنين إن شاء الله هذا الموسم يكون كاين لقب إن شاء الله. لأن مرتاحين في البطولة، يعني احترموا كل شيء في منافسة الكأس. ما نكذبش عليك، احنا كان عندنا واحد المنعرج سميناه منعرج، هو مقابلة غليزان ثم سطيف ثم مقابلة أهلي برج بوعلاليج. سما درنا رينيو مع الطاقم الفني، قلنا بلي هاد ثلاث مقابلات حنلعبوهم في 20 أوت، سما ثلاث مقابلات لازم نفوزوا بهم باش نقدروا نكملوا الموسم كما رانا حابين احنا، والحمد لله كان كما كنا حابين. هذا الفوز الأخير يخلينا نحضروا المقابلة الجاية إن شاء الله في أريحية. سنتحدث عن المباراة القادمة أمام فريق اتحاد بلعباس، ستكون مثيرة في ملعب 20 أوت. مزيان بالنسبة لأهلي البرج، هل افتقد الجرأة؟ الفريق مرتاح، ما عنده ما يخسر، ولكن لعب بنوع من التخوف ولم يلعب كامل أوراق الهجومية إلى درجة أنه نعم. ربما يندم على المباراة. نعم، في البداية أكيد أن التشكيلة اللي دخل فيها وأسلوب اللعب كان حقيقة يحاول أنه كان متخوف من شباب الوزداد، ولهذا وكان وزيد زيادة شباب الوزداد سجل مبكرا، يعني سجل في الدقائق الأولى، هذا زاد عقد نوعا ما مأمورة المدرب، هل يغير أو ما يغيرش؟ ما حبش يغير، كمل بنفس المنهج إلى الشوط الثاني. في بداية الشوط الثاني حاول التغييرات، فيه تغييرات نوعا ما، ولكن شباب الوزداد كان ممكن يقتل المقابلة في الشوط الأول. الأمور واضحة في حالة تحكيمية فقط في هذه المباراة. نشاهدها سويا ذكرين، المباراة كانت هادئة. يلا رشيد ويزيد بالكوت، اللقطة هاي اللقطة ذكرين، شوف لمسة يد تاع ماحية هالك في يده مباشرة لما ضرب الكرة بيده نحى يده، ضرب الجزاء صحيحة وشرعية أعلن عنها الحكم. إذن الأمور واضحة. كان مختصرا ذكريني لأن الكلام الطويل سيكون بعد لحظات والتفسير العميق. والآن هناك لا لو سمحت كريم برد قلب مزيان. مزيان ما حبش يخليها في قلبه. قال لي اللاعب هو لعب الكرة وطلعت اليده. هو من حقه، احنا قلنا كيكون وحده ما كاش اللاعبين. شوف أنا لي بروفوكيت، أنا لي نواسي اللي يلعب بالكرة ويضرب الكرة وتطلع اليده ما كاش ضرب الجزاء، كيكون وحده. شرفاوي ماحية، هل ضرب الكرة ولا ما ضربش؟ كان راح يضرب الكرة ما حكمهاش. المس ضرب ما حكمهاش. ضرب الجزاء لا غبار عليها وصحيحة.
عليك حق رد مزيان. نعم نرجع لأن أذكر لا أنا أتذكر فقط الأسبوع الماضي كانت تقريبا نفس اللقطة تقريبا نفس اللقطة. والشيء اللي ربما يختلف وهو أنه كان حقيقة لاعب وراء صح. اللاعب تاع مع سطيف صح كان لاعب شباب الوزداد وراء اللاعب تاع سطيف نعم المهم كانت يد اللاعب تاع سطيف ما خلتش الكرة تفوت للاعب تاع شباب الوزداد صح ولكن هذا ولكن أنا ما شفتش انا اللاعب تاع ولكن ولكن الاسبوع الفارط ضربت في فخذه وطلعت اليد وهنا ضربت في كرشو ما ضربت والو جات مباشره اليد ها هو الفرق وين راح راح يضربها بصح كان راح ما كانش كيما كانش نكونوها ما كانش دعونا اذا نذهب نحن الى ملعب الثامن ماي هناك الجمهور الصيفي محظوظ جدا لما يلعب الوفاق بدون عناء بمتعة برباعية كاملة الوفاق استمتع وأمتع وتأهل إلى الدور النصف النهائي من منافسة السيد الكأس على حساب اتحاد تبسة وزميل محمد الصلاح بوساكر يعلق الوفاق يبقى يحتفظ على كرة تنطلق طنبونغ يضرب الكرة تسديدة من بعيد وممتازة ولا أروع ممتازة تسديدة وهدف رائع ممتازة وتسديدة قوية وممتازة والهدف الأول وضع في الزاوية الصعبة على الحراس كما نشاهد ونتابع المقابلة بكل مقوماته رغم أنه وجد بعض الصعوبة في البداية لأنه لاعبي فريق اتحاد تبسة كانوا منتشرين بأربع مدافعين ثلاث من جانب الوفاق كرة حدوش رأسية من والهدف الثاني رأسية المدافع يبدو لي هو الذي وقع الهدف الثاني بالفعل كنيش الرياضي وقع الهدف الثاني وفرحة كبيرة لكنيش وباغت الحارس لكحل محمد وأضاف الهدف الثاني للوفاق بعدما اصطدمت الكرة بأحد مدافعي اتحاد تبسة جابوا أرضية ناحية رفيق ناحية حدوش هل يرفعها هل يسدد مباشرة يرفعها خلف المدافعين في القائم الثاني والهدف والهدف الثالث لمصلحة الوفاق ودائما من كنيش على ما أعتقد اللاعب هذا اللي رفع الكرة أعطاه جابوا الكرة وتقدم بكل سهولة تقدم ثلاث مرات وهو يلمس الكرة متقدما دون أن يتقدم منه أولاد عيدون كما يلقبون في الوقت اللي فيه محاولة من جانب فريق الوفاق كرة في القائم الثاني الحكم ماذا يقول في ركلة الجزاء فيه ضرب الجزاء بالفعل الخطأ واضح شوف لقطة سريعة جدا اللاعب كان متوجه مباشرة للكرة وكان بإمكانه أنه يصل للكرة حدوش كرة جانبية بعيدة تماما ضيع حدوش على الصورة ثم الانطلاقة ما فيش وضع التسلل هذه المرة من جابو هل يفعلها جابو يرفع كرة جابو ناحية من ناحية لا يلحق عليها المدافع ضاعت من المدافع والله غريب أمر الهدف الرابع غريب جدا أمر الهدف الرابع وكأن حدوش انتقم لنفسه بعد الخطأ الكبير من المدافع في إبعاد الكرة فرد بالحارس يرفع الكرة كان بإمكان اللاعب إبعاد الكرة الحق عليها أنا لكن إبعاد سيء المتابعة من حدوش وبقوة كبيرة يتمكن من إضافة الهدف الرابع لمصلحة الوفاق كما نتابع شكرا للزملاء التقنيين وللمخرج سمير قنس ما نقول شكرا للزملاء التقنيين شك أيضا لزميلنا تقني الإرسال كريم عبد الدفاع أو من منطقة الاتحاد إلى الهجوم والحكم محللشي ونحن بوساكر نشكر الوفاق الصيفي على هذه الكرة الجميلة اللي قدمها في كل مرة والفرق واضح بين الفريقين لا نقاش ولا كلام زيادة أكيد الوفاق أظهر في هذه المقابلة أنه جاهز يعني لكل المنافسات للبطولة وللكأس إذن عنده الأداء جيد نتائج جيدة الثقة في النفس يسجل الأهداف يعني الوفاق في ظروف حسنة في ثوب بطل ومنافس عنيد بالنسبة للمنافسة الكأس وعندهم أيضا جمهور رائع متميز طارق أنت ابن المدينة لم تحمل قميص الوفاق حملت قميص اتحاد سطيف ولكن تعرف جيدا عشق النصر الصيفي وهذا الجمهور لما يكون ملعب مقتضى آخر ملعب الثامن ماي صعب جدا أن تصمد هناك جمهور وفاق سطيف عنده تقاليد يعني جمهور وفاق سطيف يحب الكأس أكثر من البطولة ثم يعني هما يتمنوا بلاك الوفاق يدي الكاس قبل البطوله يعشقوا الكاس قبل البطوله نظن وفاق سطيف هو يمر بمرحله زاهيه الفريق راه في ديناميكيه تاع نتائج ايجابيه
نتمنى له التوفيق. ما تمنيتش تلعب في الوفاق طارق؟ قل ما شوفوا لاعبين. لا يا كان عندي الحظ باش نلعب في الاصناف الصغرى وما رحتش باسكو كنت في الاتحاد الصيف شغل مين نلعب كادي نلعب جينيورز ما كانوا يعرفوا كيفاش يجيريوني. نور الدين تاع جيدا الوفاق الصيفي يقولوا ان الفريق عنده تقاليد لما يكون في الرياضه ولا يوصل دور نصف نهائي ولا يوصل ادوار نهائيه صعب جدا ايقافه. وشنو هو سر هذا القوه الصيفيه لما توصل مرحله الحسم؟ انا نظن كل شيء على التركيبه. على كل حال كل سنه نظن المسؤولين حتى يتغير الطاقم الفني ولكن المسؤولين يعرفوا يجلبوا اللاعبين اللي يلعبوا بطريقة تقريبا فنية مثل الصطيفية اللي كانوا من قبل كما هذا اللي جابوه من جون هذا اللي كان عندي في الشلف أنا حديوش كما يعني تقريبا جابوا صغير يعني تقدر تقول عندهم بدرا ايضا بكير اللي مشى من الاربعه يعني يعرفوا يجلبوا اللاعبين وزيد عندهم المرحله كيش يقولوا لها الباساج افيد ما يدومش بزاف عندهم حتى فات شويه يوم كان عمراني ولكن ما طالش عادوا رجعوا اللاعبين من الاصابات رجعوا المياه الى مجاريها ومشى الفريق كما ينبغي. لذلك نقول التقاليد والتقاليد التبسية أيضا مزيان فريق بشارك يعني حتى بأربعة ولكن أمام فريق كبير اسمه مرتين يعني الحمد لله دور نصف النهائي نضل مرتين متتاليتين يعني هذا بالنسبة للفريق إيجابي يعني فريق متواضع ولكن في الكاس حقيقة حقق أنا بالنسبة لي وصل إلى ربع نهائي هذا بالنسبة لي أنا إنجاز بالنسبة لفريق تبسار. وفيها ضربة جزاء ثالثة نشاهد ضربة جزاء واحدة في هذه المباراة يبدو بأن الصورة واضحة ولكن لزكري لما يقوله عن هذه الضربة تفضل. لا شيء واضح في هذه الضربة ضربة جزاء اللاعب رايح متوجه فيه مسك من اليد بطاقة صفراء واضحة لا وجود لبطاقة حمراء. لماذا؟ لأن اللاعب لم تكن الكرة بحوزته. Le joueur ne possède pas complètement, il n'était pas complètement en position du ballon. ما كانش بالحوزة. رايح باش يحكم البال. كون كانت في رجلو وجبدو بطاقة حمراء. كي ما كانش الكرة كان قادر يحكمها وقادر ما يحكمهاش. قادر يديها الحارس. لهذا نعلو عن ضرب الجزاء زائد بطاقة صفراء. الشيء الجميل في الدقيقة 77 وفاق الصيف فايز بثلاثة الحكم لما جاء ضربة الجزاء ما قالش لا ثلاثة وخلاص الماتش لا الحكام لابد عليهم تكون فريق فايز بستة صفر تجيه ضربة الجزاء أعطيه ضربة الجزاء تاعه. وفي هذه الحالة سيد حلاشي كان محق في قراره 100%. طبعا شباب الوزداد تأهل أمس وتأهل أيضا فريق وفاق الصيف أمس واليوم تأهل منافس شباب الوزداد طارق اتحاد بلعباس. شاهدت المباراة؟ شاهد شويه من مولوديه جي اسكا. ما كانش يهمك المنافس تبع المنافس؟ المنافس نعرفه ديجا. شكون تفضل قبل المباراه؟ كنت تفضل اتحاد بلعباس ولا تفضل النصريه؟ ما عنديش يعني اختيار نفضل احنا نكونوا في نهارنا نهار الماتش ان شاء الله. ديربي او فريق يلعب كره جميله خارج القواعد؟ ما كانش عندك كاع ما عنديش اختيار. انا فريقين في زوج هذا الموسم من الاحسن ما مقابله كاس مش راح تكون كما مقابله البطوله. مختلفة تماما. إذن ندعوك لتشاهد الأربع أهداف التي سجلت في هذه المباراة بتعليق زميلنا بلال بناري. حسين العرفي اللاعب السابق لاتحاد الجزائر هو الآخر بخبرة وبتجربة واللاعب السابق لشبيبة القبائل الرأسية والحكم يعلن عن ضربة جزاء. ضربة جزاء يعلن عنها حكم المباراة لصالح فريق اتحاد بلعباس. تأن الحكم فاجأني وفاجأ الكل. وهي الكرة هاي الإعادة وهي المحاولة وهي الراسية وهي اليدية إذا صح التعبير. هل يلعبها بيده أم براسه؟ سنساعد الإعادة للفريق وأهداف الفريق وقطعة أساسية يخرج في وقت حساس من المباراة زائد ضربة جزاء لصالح فريق اتحاد بلعباس. لكن هذا لا يعني أن الاتحاد متفوق في النتيجة
لأن الحارس في الجهة المقابلة وسيكون له شأن كبير إن سجل فعلا. بالغ يمنح التقدم لاتحاد بلعباس، بالغ يحرر الجميع وسيرفع برتمه وسيرمي بكامل ثقله في الهجوم، لا لشيء إلا لأن بالغ افتتح باب التسجيل. اللاعب الذي قادر على العودة بفريقه، هذه الكرة بالعباسية لانطلاق لانطلاق، ممتازة، ريعة ريعة من زواري، وبعد تمريرات قصيرة بين اللاعبين شاهدوا ماذا فعل زواري، هذا الذي قلنا واحد من بين ألمع الأسماء. التمريرات الثنائية والكرات الأرضية تقريبا عناصر فريق ناصر حسين داي وعناصر الدفاع تتفرج وتنتظر وتشاهد ماذا يفعل زواري الذي يضيف الهدف الثاني. ويبدو بأنه تشكيلة ناصر حسين داي ربما المباراة مستمرة والاتحاد متقدم بثنائية ويبحث عن الثلاثية ويبحث على الثلاثية ويبحث على الثلاثية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما أروع هذا الهدف، شاهد كيف يلعبون بمهارة بثنائيات رائعة بين زواري وبوغلمونة. بوغلمونة من المحال أنه يضيع في مثل هذه الوضعيات، ويبدو بأنه قد أن السوسبانس وقطع الشك باليقين. يا يوسف في الأمر الذي فيه نستفتي، ميلة ممتازة، هاي كرة صعبة ما فيش وضعية تسلل، هاي كرة هدف رابع، هاي كرة هدف رابع، هل تسقط النصرية؟ النصرية برباعية مقابل صفر بوغلمونة. مثل ما حفظ الشاهد كيف سدد بقوة وكيف ردها الحارس عز دندوخة، والمتابعة من بوغلمونة شريف الظهير الأيسر الذي تقدم وسدد في كرة لم يتمكن منها عز دندوخة على مرتين، على مرتين، أربعة مقابل صفر. هجوم بالعباسي من نار يمتع الآلاف من أنصاره ويثأر من إقصاء من منافسة نصف نهائي كأس الجمهورية الموسم الفارق. ستواجهون هجوم من نار، ستواجهون أيضا بالغ صديقك وزميلك في شباب دوزداد الذي استرجع قمة إمكانياته مع اتحاد بلعباس طارق. بالغ وسيدهم سيدهم ثانية. سيدهم أيضا كان معكم. أما بكل صراحة راح نلعبوا ضد فريق جد محترم، هذا من بين أحسن الفرق هذا الموسم. نا بالك لافونتاج اللي راح يكون عندنا ان قدام جمهورنا، يعني بالك كل الفرق راح تكون لما جمهور شباب الوزداد لما يكون يعني حاب يعاون الفريق تاعو في ملعب 20 اوت، من الصعب ان نهزمه في 20 اوت. حتى اللاعبين يقولوا ملعب 20 اوت مزيان، فيه ضغط اكبر من ملعب عمر حمادي واكثر ربما من ملاعب اخرى، لان طبيعه الملعب تخلي الحماس من نوع اخر. نعم، لان عندك الجماهير من كل جهه، يعني اللعب ملعب مدور وكل جهات تلقى تحس الجمهور، تحس باللي راك في وسط الجماهير وتحس بهذاك الضغط اللي يكون عليك، ولا سيما لما شباب الوزداد يكون يلعب الادوار عندهم جمهور مليحة ومتأهل للكاس، اكيد ان الجماهير راح تغزو ملعب 20 اوت في النصف النهائي. تفاجأت بعودة بالغ الى مستوى؟ لا ما تفاجئتش، بارسكو الامكانيات على بالي بلي عنده امكانيات كبيره كي هو كي سيدهم. ممكن في شباب الوزداد ما كانش عندهم لا ريوسيت لا ما نجحوش، والمهم اتحاد بلعباس هم استرجعوا الامكانيات تاعهم وعادوا في الى مستواهم. سي نور الدين سعدي لاعبك السابق في المنتخب الجزائري الستار شريف الوزاني يبصم على بدايه مشوار فني متالق كمدرب مع اتحاد بلعباس. واللعب تاع مزيان في 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 المغرب في الرجاء، في الرجاء البيضاوي بعد الفريق الوطني، ولعب ومدربك في اللعب. يلا مادام الكل يعرف شريف الوزاني، الكل يعترف بانه بصمه مميزه لهذا المدرب مع اتحاد بلعباس. انا صراحه من احسن اللاعبين والشهاده من احسن لاعبين كبار يعني في العالم. كيغان، تسمع بكيغان؟ الناس تعرف كيغان تاع انجلترا. لعبنا دوره في ماليزيا وانا كنت انا مدرب فريق الوطني اللي احنا كنا نقولوا للشباب بكري لي موان 20 طون 20 طون. هذا شريف الوزاني مدان زرقان
زقور، يعني لاعبين ممتازين جدا. نذكر كيغان كان مدرب ولاعب فريق ماليزيا، دونك طحنا معاهم في سيتي ان تورنوا، طحنا معاهم يوم فازوا علينا بصعوبة كبيرة يعني 1-0 في آخر اللعبة. كان كيغان في الفندق كان يتهرب، لأن الناس كامل تعرفوا، الناس كامل تجري وراه باش يمضي لهم ولا يصور معهم. أنا هو انتظرني وكلمني، ورحت معه في 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 مكان هكذا في مقهى ولا في داخل الفندق، وقال لي هل أنا معروف في الجزائر؟ قلت له سيسير تا معروف في الجزائر. قال لي الله يخليك، منين جبت هذا الجنون هذا؟ حارف الخامة نتاع اللاعبين. وقلت له كلهم في البطولة الجزائرية. وثم تكلم لي على شريف، قال لي هذا رقم 6، نقدر نقول لك أنا من أحسن واحد يعني مسكني بدون عنف، بدون ما يضرب، يدي الكرة ولكن ما كانش نقولوا فيولون، ما كانش يضرب. يلا إذا زكريني، شريف الوزاني كان ممتاز في كل المرحلات. لأول مرة سعدي يعترف ويقدم معلومة حصرية بأن كيغان كان معجب بشريف الوزاني 6 وبالفريق كله. وهل الجماهير تعرف من كيفن كيغان؟ واحد من أكبر اللاعبين الإنجليز، كان قائد المنتخب يعني، وكان يلعب على الجهة اليمنى يعني، وكان في ليفربول. واحد من اللاعبين لما يشهد بهذا الشهادة شريف الوزاني كان هو مازلت له الذاكرة مليح قوية، ما زلت هو عاش هذاك الجيل. لا الجيل هذاك وحده. إذا كيغان قال لنور الدين سعدي بأن شريف الوزاني 6 لاعب متميز، لم متميز جدا، وأشاد بذاك الجيل الرائع المتميز. والنصرية أيضا كان عندها جيل رائع، ولكن أصبح مدرب ممتاز، وأصبح ونتمنى له التوفيق. والنصرية كان عندها جيل متميز جدا، ولكن هذا الجيل وجيل اليوم. أنت كنت في البلاطو التحليلي رفقة زميلنا سامي نور الدين، شفت 90 دقيقة، ماذا حدث للنصرية حتى انهزمت بربعية؟ نظن المنعرج هو كان في ضربة الجزاء وخروج وطرد قسمي، لأنه تلقى بطاقة الصفراء الثانية. ما فهمناش البطاقة علاش داها في البداية، ما فهمناش. هل احنا ظنينا أنه ربما كان تكلم مع الحاكم، وربما كان كما قالك أي حاجة للحاكم ولا فطردوا الحاكم، ولكن من بعد عرفنا باللي انه عرقلة، فيه مشكل في عرقلة واللاعب. خلينا نشوف اللقطه ماذا تحدث، خلينا نشوف، لان كل شيء بدا من هذه اللقطه، من هذه اللقطه. نعم. يلا سأمر الكره مباشره لمحمد زكريني، والصوره معك يا يزيد بلكوت، ومعك ايضا يا رشيد يا مكيداش، ونترك لك الكلمه زكريني. شوف هنا في الركنيه، اللاعب اللي ضرب الكره براسه ما لم يرتكب مخالفه، الذي ارتكب المخالفة هو اللاعب قاسمي اللي ضرب الكرة بالرأس. اللاعب قاسمي ضد بن عبد الرحمن، قاسمي عرقل بن عبد الرحمن. شوف لما الكرة تروح، شوف وين تروح، شوف بن عبد الرحمن هاو طاح، قاسمي هاو منه اللي ضرب الكرة، ماشي قاسمي تم ضربها براسه ولا وجوده قبلها. شوف بن عبد الرحمن مع قاسمي هاو ليك وين عرقلوا، هاي ليك وراها. هاد المخالفات اللي رانا نشوفوا فيها، كاين زوج في الجزائر. هاي الصورة، هاي الصورة، شوف العرقلة تاع قاسمي بن عبد الرحمن، عرقلة موجودة، مخالفة موجودة، خطأ من الأخطاء الأحداش إذا ارتكبت داخل منطقة العمليات والكرة في اللعب. سي إن دي أونس فوت كوميز على الانتيريور دو لا سيرفاس دو ريباراسيون إي لو بالون جو، إذا كانت الكرة في اللعب لابد على الحكم أن يعلن عن مخالفة مباشرة لما تكون داخل المنطقة، معناه ضرب الجزاء. شوف هنا بن عبد الرحمن، شوف قاسمي وش يدير، يعرقل بن عبد الرحمن ويرفض يده ويقول ما درت له، وش هي؟ قال لاعبين اثنين في الجزائر قالوا على هذا، سي شعبان مرزقان لاعب الدولي السابق الله يذكره بالخير، وسي مزيان يغيل، قالوا وقتاش الحكام تاعنا في المخالفات وفي لي بالاريتي يصفروا دي بيناتي على الانتيريور؟ صح في العالم ما تصراش، صعب،
ولكن هنا الحكم هنا راه طبق القانون، ولكن هل في مباراة أخرى تصير له نفس الخطأ يعلن عن ضربة جزاء؟ هذه اللي لازم هو واش دار اليوم؟ طبق القانون. وهذه أول ضربة جزاء للاتحاد بالعباس هذا الموسم. واش رانا نقول؟ ربما اللقطة هذه الإنسان يتساءل لماذا لما تكون غلطة مثل هذه من المفروض أن الحاكم يوري المخالفة ويجبد البطاقة في للاعب. للاعب. واضح في نفس الوقت. ما هوش يروح يدور يضرب دورة يعاود ومن بعد يعاود، احنا ظنينا ان فيه احتجاج من اللاعب وخرج اللاعب لان احتج على الحاكم، ولكن لو في البداية الحاكم خرج البطاقة الصفراء ومشى عند اللاعب ويوري له البطاقة الصفراء الثانية نفهم ان ربما في خطأ اللي ما شفناهش حنايا. ولكن ها اجيب لا يوجد قانون يقول لابد على الحكم أن يخرج البطاقة الصفراء مسرعا للعب. الحكم له الوقت الكافي لإخراج البطاقة الصفراء للاعب الذي ارتكب الخطأ قبل استئناف اللعب. Avant la reprise du jeu, l'arbitre inflige au joueur le carton. قبل استئناف من حق المد البطاقة الوقت. أنا كنت أهدي. كانوا الاحتجاجات عليا، كانوا كي كمل رحت للاعب هاك البطاقه الصفراء. هذا هو اللي ما فهمناش، هذا هو ربما الخلط اللي صرا. ما الكثير ربما تسالوا لماذا هذا البطاقه على احتجاج ولا اي شيء ما فهمناش. لما كيدار كاين ناس راحت على الامور واضحه. مزيان شرح فقط شرح الامور ما شاهدناه وتحدث عن ما حدث في البلاطو التحليلي مع زميلنا سامي نور الدين وذكرين يشرح بلغه القانون. اذا اتحاد بن عباس يتاهل يواجه شباب الوزداد والنصريه يخرج من منافسه الكاس ويواصل لما لا لعب الادوار الاولى في المحترف الاول موبيليس. الان نذهب إلى قمة أخرى كلاسيكية بين مولودية الجزائر ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل. 120 دقيقة كاملة لم تحدد هوية المتأهل. انتظرنا الضربة الترجيحية، فوزي شوشي فعلها والمولودية تأهلت إلى الدور النصف النهائي. مسعود شيشة يفصل ويعلق على أهم لحظات المباراة. وشباب بالوزداد يتأهلان وينتظران المنافس. تسديدة قوية لكنها اصطدمت بالقائم. هذه التسديدة وحاج بوغاش غير مسار الكرة، ما فيش وضعية تسلل والكرة اصطدمت بالقبريرة. مرة أخرى بطريقة جيدة بلعبية المولودية. الشود يوزع سيا والمرة الثانية القائم ما فيش وضعية تسلل، لكن أشار الحكم إلى وضعية تسلل ربما في الكرة الثانية. حشود أرضية قوية في محاولة منه لمخادعة عسلة الذي كان حاضر ذهنيا وبدنيا في هذه الكرة التي كانت بخارج القدم. فعلا ما فيش حلول في الأخير، يجد الحل مع الحاج بوغاش. توزيع لكنها جانبية. توصل الكرة عود مرة أخرى لجمرو، تسديدة من بعيد ممتازة هذه اللقطة من الجانبين. شوف محاولة المخادعة من بعيد، قراءة جيدة لمسار الكرة ولمكانها. شوشي حولها، متعود أنه ينفذ كرات الثابتة من بعيد، يسدد من بعيد. صعبة 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 جدا. جورمي شيف الوزاني حاج بوغاش ممتازة اللعبة والعملية ممتازة لكنها لم تحقق النتيجة المرجوة. شوف تمريرة ذكية والتسديدة دون انتظار. رايح المرة الكرة يقمرود على الجهة اليمنى ممتازة وطريقة رائعة جدا. بولع وداد بطريقة جيدة، لكن شوشي العلامة الكاملة لشوشي بدي يتأهب لتسديد هذه الكرة. يسدد لكنها جانبية. يسدد هذه الكرة التي مرت جانبية حتى الآن. تسديد من بعيد وشاوشي علي ريال يسدد بقوة، نقول الأحسن في فريق المولودية.
بينما خطأ خطيرة خطيرة دي كرة خطيرة 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 وضعت على شبيبة القبائل. خطيرة هذه الكرة التي ضاعت على شبيبة القبائل. بلعويدات يتأهب يتقدم يسدد ويضيع. من يتفوق؟ حشود يتقدم ويسدد ويسجل. يتقدم يسدد ويضيع. إذن شاوشي أفضل من الكل. شاوشي يصد ركلتين ترجيحيتين للاعبي شبيبة القبائل، الأولى بلعويدات والثانية من بن علجية. ريح قدم يسدد ويضيع، يتقدم يسدد ويضيع. بوهنا يتقدم يسدد ويسجل بقوة ويؤهل فريق المولودية إلى الدوري النصف نهائي، حيث فريق المولودية سيستقبل وفاق سطيف. مبروك. إذن مولودية الجزائر تتأهل بالضربة الترجيحية. زميل محمد شوماني كان حاضرا في ملعب 5 جويلية الأولمبي ورصد لنا هذه التصريحات بعد نهاية المباراة. احنا قادرين بالمن ميتون نماركيو ونقتل المباراة. بون ما يخفاليكش بلي كافري افيك اون بريسيون لي جوزنا السمانة هذه وين درنا ماتش معاهم. دوكا الحمد لله تكاليفينا بروشانتور ان شاء الله. دوكا عندنا ماتش بريباري السمانة هذه وديبلاسمون باش نروحوا لتنزاني باش نروحوا المورال مليح ان شاء الله، وان شاء الله رب العالمين نروحوا بعيد في لاكوب هذه ان شاء الله. لاكوب خيرة المولودية، مبروك عليهم. احنا عندنا لو شامبيون تاعنا نكملوا فيه ولاكوب دافريك ان شاء الله نعاودوا نسقموا روحنا في البطولة وكأس افريقيا ان شاء الله نسيي ونروحوا الماكسيموم. و شوي تري كونتون بور سيت بارتي. ميم لي دو زيكيب داروا ان بون ماتش و جو بونس باللي لي دو زيكيب كانت عندهم دي زوكازيون و جو بونس مبروك على المولودية. وحنا ثاني ما نحشموش بهاد ليليميناسيون و كيما يقول لك مولودية و جي اس كا سي دي فرير ويريحوا دي فرير ومبروك عليهم. إذن الشبيبة والمولودية في ربع نهائي كان مثيرا إلى غاية الضربات الترجيحية. مولودية وفية لتقاليدها في الكأس مزيان. نعم، حتى ولو اليوم تلقوا صعوبة نوعا ما مع شبيبة القبائل اللي في اللقاء ككامل كان مقابلة كانت نوعا ما متساوية ما بين الفريقين، حتى ولو أن في بعض الأحيان شبيبة كانت قدمت بعض العروض الشيقة. خلينا نشبه بس نتحدث عنها بعض لحظات. التأهل جاء في وقته بالنسبة للمولودية. نعم نظن أن المولودية الآن رجعت في السكة وهذا التأهل راح يزيد يشجعها باش تواصل مشوارها في البطولة. نعم نظن أن هذا المشوار في الكاس راح يعطيها دفع جديد في البطولة وفي مشوارها في الكاس. ولكن بحاجة إلى أنصارها لأن غيابهم محير جدا. أكيد أن في ضد فريق وفاق سطيف أن ربما كل جماهير مولودية العاصمة ترجع إلى الميدان ترجع إلى الملعب، فإن شاء الله نشوف مقابلة نصف نهائي من القمة ومستوى العالي. في جانب مقابلة شبيبة القبائل لعب الثاني أحسن مباراة لهذا الموسم. نور الدين أنا تخلي لي نفتح قوس. تفضل. لأن عادة نحن نقولوا تصرفات المشجعين غير ملائمة. توصلنا إلى نشوفوا بما يسمى أنا ما فهمش واش يعني لي زيل طرا ولا يقطعوا يقاطعوا لا مباراة. فيه أسباب، فيه سبب واحد جلب نظري لأن صرا لي في فريق في الخارج وحقيقة الجمهور عنده مستوى. إلى هذه هي السبة، هي السبة اللي قالوا عليها علاش اللاعبين يوم يسجلوا هدف يروحوا على طول يحوسوا على المسؤول تاعهم ما يروحوش يفرحوا مع الجمهور. هذه قلت لك صارت لي في الأهلي الليبي، دائما عندهم عادة يخرجوا الجروب هم يسخنوا قبل ما يخرجوا شويه في الفيستير ويديروا على طول
دورة كاملة يحيوا الجمهور ويرجعوا لمكانهم. واحد المرة قلت للكابيتان دي كيف قلت له شتموهم وقيلة في مباراة، قلت له اليوم ثاني رايحين ندوروا وفوزالي ساليو البيبلي. قال لي يا كابتن، قال لي احنا بدون جمهور لا نسوي شيء. فعلا وهو فعلا دونك لا بريز دو كونسيونس تاع لي سوبورتور تاع مولوديا سي اون بون شوز. انا ما نقولش لازم يقاطعوا، ولكن الا هذه هي السبه يعني. طبعا نحن لا نعرف سبب نور الدين الى حد الان، ولكن الاكيد انه الفريق بحاجه الى انصاره ومتاهل في الدوره النصف النهائي. لا لا انا اتكلم هكذا لانه ما داروا تحدثوا عليها. طبعا هذا ما قيل فقط، ولكن خلينا نتحدث عن شباب القبائل بعد ذلك نعود للمولودية. طرحت لك سؤال عن شباب القبائل. انا شباب القبائل اليوم داروا مباراه جميله صراحه. انا شاوشي بالنسبه لي يتكلموا عليه في ضربات الجزاء، انا نقول كانوا ضربات الجزاء كانوا سهلين ليه، ولكن في اللقاء انا نظن كان في المستوى، لان ضربات تاع ريال مش سهل انك تدخل كما ينبغي في المباراه. مزيان اقصاء ولو انه مر، لانه الامر يتعلق بنصف نهائي، ولكن هل سيكون في صالح شباب القبائل؟ نظن لا، شباب القبائل في الكاس بكل صراحه هذه السنه يعني طموح تاعو محدوده، لان الشغل الشاغل بالنسبه للشبيبه وهو انقاذ الموسم في البطوله. اذا راح يتفرغ نوعا ما الى مقابلات البطوله ويركز على هذه المقابلات، لان ده مقابلتين ضد المولوديه في المستوى من ناحيه الاداء، من ناحيه تتوقع انها تكون عندها فائده؟ اكيد من ناحية اكيد النفسية. من الناحيه النفسيه اكيد ان الفريق الان عارف باللي ممكن انه يدير مقابلات في المستوى وقادر يربح يسترجع المقابلات في ملعبه ونوفمبر يوم الاربعاء امام نصر الحسين. الشبيبه راح تكون عندها انطلاقه جديده في البطوله الوطنيه. طبعا طارق في حاله التاهل وبور لم تحسن بعد، ولكن في كلتا الحالتين مباراه كبيره امام اتحاد بلعباس، وفي حاله التاهل ومباراه تلعب طبعا اما سطيف او المولوديه، يعني اللي يتاهل فيكم من اتحاد بلعباس وشباب الوزداد المنافس سيكون كبير والنهائي سيكون كبير. مع كل احترامتي انا ما نقدرش نتحدث عن النهائي. انا قلت اللي يتاهل فيكم، قلت اللي يتاهل، حتى انا كصحفي مانيش قادر تقول شباب الوزداد اتحاد بلعباس. لو يتاهل اتحاد بلعباس مع المولوديه مباراه كبيره، اتحاد بلعباس وفاق سطيف مباراه كبيره، شباب الوزداد مولوديه الجزائر مباراه كبيره، يعني سنكون محظوظين بنهائي كبير هذا الموسم. الجمهور الرياضي راح يكون محظوظ مقابلة كبيرة. ذكي يعني ما حبش يربح المباراة قبل المباراة، والأكيد كما طرق نور الدين سعدي لجمهور المولودية الذي نتمنى طبعا أن يعود بقوة، حتما يعود، لأنه الحب الكبير بين الجمهور ولاعبيه متميزين، واللاعبين محظوظين لما يكون عندك جمهور رائع مثل جمهور المولودية. أنا بالنسبة لي يعني عندهم ملح خاص. لا داروا حاجة يعني ذكية. أنا نفضل أن جمهوري قاطع عدم أن يجي يعمل شغب ولا يدير حاجات، ولكن نحن نريده متميز بالأسباب اللي قلتها، لأن نكررها مش معقول أن جمهور يجي يسجع اللاعبين ويوم اللعاب يسجل هدف يروح فقط بين قوسين فقط نور الدين هذا الكلام يبقى مجرد كلام، لان ما عندناش المعلومه الدقيقه، وهنا في هذا البرنامج نفضل ان نقدموا معلومه دقيقه فقط نور الدين. لا لا دقيقه لا. وانا منين جبتها انا دقيقه؟ قريتها سي لي سوبورتور كي اون في سي ديكلاراسيون. طبعا اذا المهم ان المولوديه تاهلت الى الدور قبل سنتي يزيد، عندنا حاله تحكيميه ايضا في هذه المباراه نشاهدها سوي. قبل ان نشاهد الحاله التحكيميه نذكر بأن مولوديه الجزائر مباراتها امام الوفاق الصيفي مؤجل الى 22 ابريل بسبب الالتزامات القاريه للمولوديه العاصميه، و مباراة شباب الوزداد واتحاد بلعباس يوم 15 أبريل. هل الحالة التحكيمية جاهزة يزيد بالكوت؟ إذا كانت جاهزة نشاهدها سويا مع زكريم. يلا تفضل زكريم.
هذه الحالة تحكيم الأولى. هذه صارت ضجة كبيرة مليح كي جبت لنا هذه الحالة. لا نجيبوا كل حالة. لا لا عندها أهمية كبيرة لأن لم تحدث من قبل في الجزائر. حدثت في البحرين. والفيفا غيرت القانون على جل الحالة مثل هذه. اللاعب خليه يعاود يولينا الحالة الأولى تاع الحارس. نوقف الكرة. لا عند الأولى الأولى الحارس. يلا اشرح ويعاود يولي. تواصل شرحك الوقت. الحالة الأولى جاز. يقول الحارس لما يجي ديجاجي البالون مازالو اون بوزيسيون دو بالون. لو غارديان دو بوت إلي اون بوزيسيون دو بالون ميم أو مومون دو ديجاجمون. الحارس راه عنده الكره لما يجي باش يديجاجي الكره ما تحتسب مازالها عنده هنا مازالها عند الحارس ما عندوش الحق المهاجم يرمي رجله ما ليس له الحق الي اون بوزيسيون دو بالون كي يكون حاكمه كي يكون مع لابار كي يكون او سول اي او مومون دو ديجاجمون في هذه الحاله عسل له الحق ونقاش ما لا عندوش الحق باش يلوح رجله ينحي له الكره حتى يضربها حتى يديجاجيها هنا الحاكم كان محق في القرار نتاعو زائد يعني القانون تغير صفرة. باش تبسط الامور القانون تغير قانون تغير يلا الامور واضحه نذهب الى الحاله تغير ماشي على الخطره عندها سنوات من مشكل تاع لاننا متعودين انه نشوف هذه الامور عاديه يلا الان مباشره الحاله الاخرى الحاله الثانيه لا وجود لخطا كيف لا وجود لخطا بولعويدات يطالب ضرب الجزاء شوف هنايا الحارس لاعب تاع مولوديه هل فيه مسك هل فيه دفع هل فيه شيء اخر من هذه الثلاثه لا وجود لمخالفه ولا وجود لشيء كاين ان كونتاكت كاين اعتبارات كاين اعتبارات اعتبار من الاعتبارات ماذا يقول اعتبار من الاعتبارات لاتاكون بروفيتيل d'un léger contact pour tromper l'arbitre. L'attaquant profite-t-il d'un léger contact pour tromper l'arbitre? Oui. Boulaouidat, في هذه الحالة استفاد حب يستفيد من الكونتاكت الخفيف هذا تاع اليد وسقط لداخل باه يدي ضرب الجزاء. شرح لي اليد الكونتاكت الخفيف اللي تحدث عليه. كسر يدو. كيف نشرح لكم؟ كسر يدو. حتى نروحوا بالصورة بصورة. لاعب لاعب هنا. هل فيه مسك راك شو كاين مسك اوبستريكسيون طيب في الاعاقه ما هو الشرح تاع الاوبستريكسيون امبيشي ما تخليش لاتاكون يلحق على الكره تجي تقطع له الطريق سي دو سي دو بلوكي دون لاكسيون سي دو بلوكي لو جوور دو لو بلوكي دو لومبيشي دو لو بلوكي بيان بريسي لومبيشي ما تخليش دو لو بلوكي تستوبي اوبستريكسيون avec le corps ou avec un membre du corps هنا رمى يده كسلت يدي قبيل قال كلمه مليحه مزيان قال واش هذا اللاعب نقطع له يده انا كسلت يدي حاولت باش نحكمه ما حكمتوش حاولت باش ندفعه ما دفعتوش حاولت باش كنت درت له اوبستريكسيون كان يتحسن بلاص ما يافونسيش يزيد يرمي روحه شوف وضعيه كيفاش رمى روحه شوف وضعيه شوف يد الاخر كان وراه يد بولعويدات في وجه لاعب مولودية الجزائر هذاك يده وهذاك يده هنا لا وجود للاعتراض لا وجود لمسك لا شوف يد تاع بولعويدات وراها اين هي في وجه المدافع والمدافع والمدافع اين يده مكسل هذاك مكسل يده وهذاك مكسل والاخر في وجهه هذاك في وجهه هذاك في وجهه لا وجود لخطا لا وجود لضرب الجزاء والحكم كان محق في قراره هاي لقطه اخرى سكين لا هذه وضع التسلل. بكل صراحة يعني والله مزيانة صعبة ولو شوف الحال شوف في نفس الخط المساعد قد يكون الأصفر متقدما ولو ببضع سنتيمترات صعبة ولو في القانون يقول دون لو دوت سابستونير كي يكون في عندك الشك كاين ولا ما كاينش شوف الحاكم يعني شوف وضعية تاعو جيدة شوف المساعد نعم لا. جيدة أنا نظن فيه وضعية تسلل وضعية جيدة وضعية جيدة فيه وضعية تسلل والمساعد هنا كان محق في القرار نتاعه الحالة هذه أنا شفتها لما يكون في وضعية مناسبة للمساعد
ويرفع يعني ما يدخلناش ما فيش صح شك يعني لان ماشي نشكوا في الحكام ماشي نشك في الحكام ولكن يكون في وضعيه مناسبه صح يرفع يرفع العلم تاعه فيه يلا كي فقط نوصل الشرح هكذا بسرعه حتى يبقى لنا الوقت هنا لا لا وجود لخطا الكره بين لاعبين اثنين في خدهم ما في كرشهم بيناتهم ليسونسيل الكره ما راحش لليد تشوف الكره وراها والاولى كان في صدر برشيش ايضا لقطه شاهدنا منذ لحظات شوف هنا لا وجود يعني بكل صراحه واضحه لا وجود لخطا يا زيد لاي شيء واضحه اللقطه لا وجود هذا ما لدينا من صور يا زيد بخصوص الحالات التحكيمية إذا شبيبة القبائل تقصى وتتفرغ للمنافسة والبلودية مزيان تواصل متأهلة دور نصف نهائي متأهلة في كأس الكاف مقبلة دور المجموعات مازال لم تفقد حظوظها في التنافس على لقب ولما لا مشاركة قارية يعني واحد من أحسن مواسمها وعودة قوية للمنافسة نعم ونظن الكل ينتظر ان على الاقل مولوديه تتوج بلقب واحد على الاقل عندنا في كاس الكاف وكاس الجزائر والبطوله وهو الجماهير العريضه المولوديه تنتظر ان المولوديه على الاقل تفوز بتتوج ب حتى مركز ثاني ومشاركه في رابطه الاتحاد الافريقي وانجاز يعني لفريق عاد بقوه هذا الموسم وشبيبه القبائل قلت ابتداء من الاربعاء القادم في منافسه البطوله وتسويه الرزنامه امام فريق نصر حسين داي إن شاء الله سنستمتع بمباراتين كبيرتين في الدور النصف النهائي وبعد ذلك مباراة نهائية كبيرة إلى المحترف الأول موبيميس المحترف الأول موبيليت جرت مباراتين متأخرتين الأولى في بجاية بين المولودية البجوية وأولمبي المدية المولودية تتوجه تفقد نسبة كبيرة وكبيرة جدا حتى حسابيا أصبحت الأمور صعبة للمولودية البجوية في ضمان البقاء إن صح هذا التعبير فقدت آخر حظوظها وأولمبي المدية تتنفس مزيان نعم أولمبي المدية اللي فاز خارج الديار ويعزز المكانة تاعه تقريبا الان ضمن يوني الموسم بارتياح والموب نعم. عليه ان يفكر في الموسم القادم بكل صراحه احنا تكلمنا عن الموب يعني في الاسابيع الماضيه وكنا يعني على الاقل نقول المشجعين ولان موب عندها جماهير عريضه جدا لازم الجماهير هذو يفهموا ان الفريق ويفكرون يفكر في الموسم المقبل في الموسم القادم الفريق المعنيه ايضا بالبقاء دفاع تجنان استقاله المدرب لامين بغراره وانتظار تعيين مدرب جديد لفريق دفاع تجنان في مباراه اخرى بين شبيبه الصوره وسريع غليزان نتابع سوينا ملخص المباراه بتعليق زميلنا بن سهل ملعب 20 أوت ببشر كان مسرحا لمباراة مؤجلة بين شبيبة الصارة وسريع غليزان مباراة كانت فاترة في شوطها الأول ومعظم فرصها كانت لأصحاب الضيافة كفرصة بن شريف الذي سدد كرة مرت جانبا أما أبرز فرصة فكانت عند الدقيقة 36 بن شريف يفوت على فريقه هدفا محققا في المرة الأولى وجانيت في المرة الثانية جانيت كان اللاعب الأكثر إزعاجا لمدافع غليزان وتسديدته هنا أوقفها الزايدي النصف الثاني من المواجهة كان أكثر حماسا وإثارة كروية من سابقه زايدي لم يحسن التعامل مع كرة كانت تبدو سهلة للتهديف ثم بعدها جاء الدور على بوردين بمخالفة لم تزعج عارين السريع مد الشبيب الهجومي تواصل بابيدي يروض ويصوب لكن الكرة تأبى ملامسة الشباك حارس السريع كان سريعا ومتميزا في تدخلاته بإنقاذه لمرماه من أهداف وشيكة الغليزانيون اكتفوا بالدفاع عن مرماهم وعلى بعض الكرات الثابتة إثارة المباراة تواصلت إلى أنفاسها الأخيرة لتبلغ ذروتها قبل النهاية بدقيقتين رأسية بالأطرش وضعت الصورة في المقدمة ورسمت الفرحة على المدرجات إيذانا بفوز صعب وثمين أمام خصم عنيد اكتفى بالتكتل دفاعيا نهاية اللقاء لم تكن مثالية بطرد الحكم حنصال لكل من جميل حارس الصورة وبن عياد لاعب السريع
بعد مناوشة غير رياضية بينهما، لتنتهي بعدها المواجهة بفوز صغير للشبيبة لكنه بوزن ثقيل. On est resté sérieux, même si on s'est inquiété un petit peu parce que le temps passait. Finalement, on marque un but qui ne souffre d'aucune contestation. Le but est valable. Je ne comprends pas pourquoi Rélizen s'est embrasé un petit peu à la fin de ce match. Mais on va retenir les trois points qui nous rassurent dans le championnat et nous permettent d'envisager peut-être autre chose pour la suite. كان عنده كان يلعب المقابلات، حنا كان عندنا روبو وين ما لعبناش شويه ما دخلناش في المقابله، مي الحمد لله قعدنا مركزين حتى الدقائق الاخيره وين جاب قعدنا صابرين ايتو وين جاب ربي الفرج وسجلنا الهدف اللي هو هدف غالي وثلاث نقاط، نظن انه ثلاث نقاط مستحقه لينا. هدف غالي يبقي على كامل حظوظ شبيبة الصورة في لعب منافسة قارية الموسم الفارط، ولكن الملفت للانتباه مزيان في هذا الفريق أنه يقدم دائما كرة جميلة وفي كل مرة يفاجئنا باسم جديد. هذا الأطرش لاعب أقل من 21 سنة، الموسم الفارط هو اللي سجل في النهائي رفقة عبد الجليل وجدهم في الفريق الأول، يعني عمل قاعدي مميز في شبيبة الصورة. أكيد هذا صحيح، يعني حتى لما تشوف منافسة الكأس للشبان دائما الصورة موجودة في الأدوار المتقدمة، هذا ما يدل على ربما يعني العمل الجيد اللي يقوموا به اللي يشرفوا على الفئات الشبانية في الصورة. تابعتم كثير نور الدين سعدي هذا الموسم، فريق يقدم كرة جميلة جدا بلاعبين ما همش إعلاميا ربما ظلمناهم نوعا ما، ولكن لما تشاهد المباراة في كل مباراة يخلقوا 5-6 فرص والآن 35 نقطة ويستقبلوا مولودية الجزائر وعندهم مباراة بميدانهم بإمكانهم اللعب حتى المركز الثاني هذا الموسم. بك الصورة لي دو بوسيبيليتي يديروهم، سيتادير التكوين عندهم قاعدة مثل ما قال مزيان من أحسن في الفرق، عندهم رئيس خاص للشباب للفئات الصغرى دائما متواجدين في لي فينال دو كوب خاصة تحت 21 ولا تحت 20 سنة، واللاعبين اللي يجلبوهم ما يجلبوهمش بسرعه، مش لان صحفي صاحب لعاب كلم ولا مناجر من ولا يكلم، عندهم ناس يختاروا بعنايه ايوه يديروا دي زونكيت حقيقيين، يتابعوا اللاعبين يسالوا المدربين من ومن ويحطوا يدهم دائما في اختيار سالم. طارق شفت شبيبة الصورة نتحدث عن الفريق لأنه في الكثير من الأحيان ربما حتى أنا وسكيني اكتشفناه لما تنقلنا إلى بشار وشفنا العمل المنجز هناك، ولكن فريق في كل مرة صعب جدا هزمه. نظن سر نجاح شبيبة الصورة هو الاستقرار الإداري، عندهم استقرار إداري على المستويات كامل، عندهم لاعبين يسمى لي ريكريتيهم يسمى يعرفوا ريكريتيو يجيبوا لاعبين يعرفوا يلعبوا كرة القدم، فريق جد محترم نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. والسرى غليزان مزيان رغم الخساره حظوظه تبقى قائمه عند 26 نقطه بحاجه على الاقل الى 11 نقطه في الست مباريات. ربما 9 نقاط او 10 نقاط يكفيوه، عليه ان يفوز في المقابله داخل الديار، واذا كان جاب نقطه او نقطتين من خارج الديار اكيد راح يحقق الحلم تاعو هو البقاء. ارتحتوا ضغط اللعب البقاء صعب بالنسبه لشباب الوزداد؟ لا خاصة كي تكون في فريق كبير كريم، لما تكون في فريق كبير ضغط كبير، انصار يطالبوا باللقب ما يطالبوش السقوط، لكن الامر يعني اللي زادنا ثقة هو منذ قدوم بدو زكي وجد الوصفة طارق منذ قدوم تاعو جامي هضرنا على السقوط، تسمى منذ القدوم تاعو يتكلم لنا غير على باش نزربوا نخرجوا باش نلعبوا على المراتب الأولى، تسمى طافقة اللاعبين لحقهم الضغط اللاعبين اللي كانوا يمروا في مرحلة فارغ خرجهم من مرحلة فارغ أعطانا ثقة يعني اللي خلانا نلعبوا بلي كواليتي تاعنا وهي اللي خلتنا نعودوا في شنو. يحيى شريف كان في فترة فراغ رهيبة في مرحلة الذهاب عاد مع ليبيرا كامل اللي جوار يعني قلت لك بالك اللاعب اللي يكون في مرحلة فارغ ما يخليش يطور في مرحلة الفارغ تاعو يزرب يخرج من مرحلة الفارغ ثم عرف كيفاش يجانس بين كامل الخطوط، الحمد لله نتمنى يعني ان شاء الله تدوم النتائج ان شاء الله.
طبعا بالنسبة لشباب بلوزداد المقبل على الدور النصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية. طبعا في هذا العدد استغلينا فرصة تنقل زميلنا سليم تيكوك إلى مدينة تيزي وزو. ما فيش حالة تحكيمية في المباراة؟ لا ما في ولا حالة. فيها طردين مستحقين الجميلي لأن فيه مناوشات بينهم. والمباراة أدرها من؟ السيد حنصل السيد حكم حنصل. الشاب من تيزي وزو. طبعا أدرت في كل ملاعب الجزائر سكرين كل ملاعب الجزائر ولكنك لن تدير في الملعب الجديد لتيزي وزو الملعب الذي سيكون جاهزا بعد أشهر. آخر الرتوشات وآخر الصور التي عاد العادة لنا بها زميلنا سليم تيكوك بخصوص الملعب الجديد لتيزي وزو. نشاهد هذا الرتوش. يتم استغلال هذا المركب الرياضي على مدار السنة لأنه يحتوي على حظيرة للسيارات، فضاءات للعائلة، منها مطاعم ومركز تجاري. بداية الأشغال هذا المركب كانت في شهر ماي من سنة 2010 وسوف تنتهي إن شاء الله في بداية الثلاثي الثالث من السنة الحالية الجارية يعني 2017. تأخر نهاية الأشغال لهذا المركب الرياضي ناتج عن حادث نتج عنه وفاة أحد العمال في الأعمال الخاصة بالغطاء لهذا الملعب. طبعا هذا هو الملعب الذي ينتظره كل عشاق الكرة المستديرة، وستكون إضافة حتما للكرة الجزائرية بملعب تيزي وزو، ملعب دويرة، ملعب الراقي وملعب وهران أيضا. مزيان. نعم، لما ينجزوا هذه الملاعب نظن أن نكونوا حقيقة بلد عنده منشآت وإنجازات كروية في مستوى على الأقل في إفريقيا نكونوا ربما من أحسن الدول اللي عندها هذه الإنجازات. في بعض الأحيان لوموا اللاعبين النوردين كثير على أدائهم، ولكن لما نشاهدوا اللاعبين يلعبوا في ظروف صعبة سواء ملعب عشين أوت، ملعب عمر حمادي، الكثير من الملاعب حتى هنا الأمور صعبة بالنسبة لكم طارق. ياسر طرطون يبقى طرطون، ماشي كيف بين طرطون وغازون. وهاد المنشآت نظن راح تكون مكسب للكره الجزائريه ومكسب للاعب الجزائري، يعني الرجال اللي راهم جايين هما اللي راحين يستفادوا من هذا الملعب. تقدر تكون طفره واحده اخرى نور الدين السعدي في المستوى لما يكونوا اللاعبين جاهزين الملاعب جاهزه؟ مره في مع صديق دراجي حفيظ صديقنا، طبعا تفضل، درنا واحد هكذا استجواب على الملاعب، وكان دائما يقولوا الملعب يوم تكون عرس في 5 جويلية، ولكن العرس دائما كان يكسروا الأرضية. الآن عندنا أرضية ممتازة في الآن هاي عندنا أرضية ممتازة. أيوة الآن إن شاء الله تكون عندنا أرضية أخرى ممتازة في الملاعب القادمة. طبعا ذكريني ملعب جديد 4 ملاعب ستكون حتى بالنسبة للتحكيم راح يحكموا في ظروف أفضل. طبيعة الحال لما تكون تتحكم في ملعب 5 جويلية كما شفنا المباراة اليوم، ماشي كما تتحكم في ملعب 20 أوت، ملعب الحراش، ملعب بلوغين. كما أنا شاطر مزيان إغيل لما قال الملاعب، أنا زرت عدة دول كتير دول، لو نكملوا هذه الملاعب تاعنا نقولوا إحنا، هو قال بين الدول، أنا أقول لك أول دولة في إفريقيا اللي عندها ملاعب جميلة وكبيرة تقدر تنظم أي بطولة. اي بطوله اقول واكرر، لما تكون عندك حوالي قريب 15 ملعب يعني مجهزه بكل الوسائل، عشب طبيعي، الامكانيات اللي كما شفناهم تقدر احنا شفنا جيراننا، تشوف غير جيراننا برك، لو نكملوا هذه الملاعب نقولوا احنا من الدول المتقدمه. طبعا طارق، جمهور شباب بلوزداد ينتظر منكم الكثير هذا الموسم، البطوله مرتاحين، الكاس هل اصبح الان هدف اساسي؟ لا، طالب مشروع تاع الانصار، الطالب تاعهم راح يزيدنا ثقه. نوجه رساله يعني للانصار، نقول لهم كيما راهم هما حابين يفرحوا بهذا الكاس، احنا كلاعبين حابين نفرحوا بهذا الكاس. ومهما كانت قيمه المنافس الشباب يريد ان يذهب بعيدا، مهما كانت قيمه المنافس، لان المنافس كي تواجهوا في البطوله والكاس مش كيف مباراه الكاس هي مباراه تاع 90 دقيقه و120 دقيقه وتكمل. واسترجعتم الثقه في نفسكم؟ الحمد لله الجروب راهو لاباس، الثقه رجعت لنا منذ قدوم المدرب،
يعني طالب الانصار مشروع يعني نوجه لهم رساله يعني منا باسم جميع اللاعبين باللي يعني الطالب تاعهم يطالبوا بالكاس، احنا كلاعبين ثانيين رانا حابين نديوا هذه الكاس. حتى انك ما فوش بلقب؟ ما عنديش لقب. امل اربعاء اتحاد سطيف شبيبة ثيرت شبيبة ثيرت سيدي عيسى ونادي بارادو والنهاية 30 سنة في سن ما تخش سيدي عيسى. طبعا هل حكمك كسكرينه؟ سبق له حكم ليه في مباراة في نهاية مشواره أعتقد. هم ما في نهاية مشواره اتحاد سطيف شبيبة كيكدا ونظن نعطيك معلومة باللي كانت عليه ضغوط كبيرة في ذيك المقابلة. أدرها من دون أخطاء؟ من دون أخطاء. من دون أخطاء؟ من دون أخطاء. من دون احنا يرسفينا ودرنا 0-0 درنا 0-0 ولا ما ارتكب اخطاء؟ لا كانت مباراه هذيك مباراه الصعود كانت مباراه وقبلها بيوم كانت لعبت وفاق سطيف الفيصلي داروا 0-0 كان الجمهور الصطايفي وغدوه من ذاك مباراه الصعود بين اتحاد سطيف وشبيبة كيكدا كان هو لاعب تما كانت مباراه دخلوا لي للفيستير في هذيك المباراه 5 وزراء داخل الفيستير على لا تحيه لا لما نقول دخلوا 5 وزراء تحيه يعني دخلوا حضروا المباراه لانها كانت مباراه الملعب كان مكتظر كان احتفال كبير جدا كان احتفال كبير وكبير جاوا كل هذوك الوزراء بيشوفوا المباراه كانت مباراه كبيره يعني بكل صراحه كانت مباراه كبيره وين حكمتوا في هذيك المباراه طبعا الإثارة ستكون متواصلة مع الكأس الجمهورية أذكر بالتواريخ يوم 15 من شهر أفريل ستكون مباراة بين شباب بلوزداد واتحاد بلعباس وبعد ذلك في 22 من هذا الشهر بين فريق مولودية الجزائر والوفاق الصيفي بسبب الالتزامات القارية لفريق مولودية الجزائر وطبعا في التسوية رزنامة المحترف الأول موبيليس شبيبة القبائل تستقبل نصر حسين داي بملعب أول نوفمبر يوم الأربعاء وبعد ذلك تتولى المباريات وتسوية الرزنامة لأن البطولة ستتوقف إلى غاية طبعا إنهاء المباريات المتأخرة طبعا إلى هنا نصل المشاهدين الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج استوديو المحترفين مزيان شكرا على كل ما قدمته شكرا زكريني أيضا شكرا نور الدين سعدي شكرا على كل الإضافات طارق أيضا نتمنى لك التوفيق مع فريق شباب بلوزداد وفي نهاية البرنامج أيضا تهنئة خاصة للمشاهد الوفي دغة توفيق بمناسبة عيد ميلاده 14 شكرا لكل عمل استوديو رقم 1 بقيادة المخرج يزيد بلكوت بمساعدة رشيد ميكيداش والإشراف كان لزميلنا مسعود شيشة والمساعدة أيضا كانت كالعادة من عبد الرزاق رمضان بمساعدة أيضا سليم تيكوك ألقاكم بإذن الله في مواعيد قادمة شكرا